شباب معكم ميت. اليوم ايش حنسوي؟ حنكمل الحلقة الاولى. اللي ما تابع الحلقة الاولى من القصة تابعها بعدين يجي عشان يكون فاهم كل حاجة. انا عرفتكم بالحلقة الاولى اصحاب التراث وعرفتكم كل شيء بالحلقة الاولى. الحين ايش بدنا نعمل؟ اوكي كمل القصة. احنا وصلنا اخر شيء لما الثلاثة لما صاروا التنين مع بعض. نكمل احنا من هنا. ايش بعدين ايش صاروا يعملوا؟ صاروا هم التنين يتكلموا مع بعض صار ايش، بس لسه في بينهم عداوة انه مين يكون صاحبي اكتر. يعني عادي، بس صار عندي صاحب زي ما قلت لكم اقرب منهم، فهم ايش مستحيل يكون عندي صاحب ايش يضربوا، مش عارف ايه حالتهم حالة يضربوا بعضي افعوا بعض يخبطوا يعملوا كل شيء بالحياة يخبطوا يضربوا بحالهم كل شيء بالحياة. زي ما قلت لكم هم عندهم اصحابهم بضرب بضرب بضرب. فايش صاروا يعملوا؟ يروحوا يضربوا وايش ما يحكم انه لو حكالي انا بدافع عنه وهذا وبالنهاية حيجي بعدين يضربوا ويضرب 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 فيها اللي تحكينا. بس انا كنت ادافع لما اشوف، لا كنت ادافع وهم ما لانه كانوا بيشوفوني مثلا طالع من المدرسة كانوا يجوا يخبطون يخبطون على السوقات ما حد يعرف ويهرب. جعت اوكي ايش بعدين يعني انها انهم خلاص لا بدأوا يتصالحوا صالحوا وخلاص هدنا وما هدنا صاروا الثلاث مع بعض كنان مدري الثلاث المهم الثلاثة مع بعض صح. المهم صاروا بعملوا خلاص ثلاثة سحبوا علي. انا اللي معرفكم على بعض، انتوا كنتوا بتضربوه وكان بيضرب. يا جماعه غشك غشك اللعبه واس. وصاروا هم ثلاثة اصحاب عاد انا اول واحد زعلت انهم كانوا يعني اكثر اثنين مقربين لي صاروا يعني هم صاروا معي افهم. لا استنى استنى بدي ارمي هذي احد شوي اوكي بسوي هذا اعطي هذي هذي طب المسحبة بعيني ايش حنعمل؟ ما بقدر امشي ايش فيه؟ طيب ايش حنعمل؟ ما حنوقف بس انا احكي لكم قصة. يعني اصلا كنت لكم خطط احكي لكم قصة بعدين احكي لكم الجزء الثاني بعدين احكي لكم قصة مع الجزء الثاني بعدين احكي اسوي قصة كمان مرة مش عارف ايش زي كذا. هذا تخطيط اوكي هذا التخطيط. صح الحين خلصنا من القصة الأولى ندخل على القصة الثانية. نفس اللي عرفتكم عليهم بالحلقة الثانية الأولى قصتي ايش نفسهم بس ايش
مع اثنين زيادة، مع اثنين اثنين اثنين. انا شاطر يعني ذاك ساكر اسمهم كثير، بس فاكر 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 شيء ما ادري والله، والله ما ادري، والله ما ادري ايش كان اسمهم، بس المهم انه ما عارف اسمهم، احكيهم الاثنين الجداد. الجديد اول واحد انضم معنا من الاثنين الجداد حنسميه الاول، الثاني حنسميه الثاني، خلاص خلاص. الاول اللي دخل معنا بسلتنا كان بتكلم، لا هو ما بتكلم طبيعي، لا هو بتكلم زيادة عن اللزوم، انه عادي ممكن تلاقيه وهو نايم بتكلم كتير، بتكلم. لحسن حظي كان هو الطفل اللي بيعرف كل اخبار المدرسة، بيعرف كل شيء بالمدرسة، يعني كيف لما بتحس في طالب عندك بيعرف كل شيء بالمدرسة، هو نفس الموضوع، بيعرف كل شيء بالمدرسة بس بحكيش حسه. اوكي كمل. من بعد ما دخل هذاك معروف كثير كلام، واحنا بنحبش كثير الكلام، نكرههم نقتلهم نعمل كل شيء الا انهم يكونوا معنا، بدنا نعمل يعني حظنا دخل معانا عش. يعني صار كري بالنسبة لنا، هو كتير طلاب عادي بتكلمش كتير، بس انه لا احنا مش ماشي معنا، احنا ما كان ماشي معنا، يعني مش ماشي معنا مش ماشي، ما كان ماشي معنا، احنا العاديون المسالمين، نحن مسالمين جدا 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 جدا، في نحن مسالمين كلنا، تعرفين ليه احنا مسالمين كثير؟ ايش كيف عندي بصمتي؟ هذول يعني اثنين اللي دخلوا كريهين، ما ادري كيف كريهين، بس كريهين، لا كريهين 11 برو ماكس 7 كاميرات، كأنهم كريهين. خلاص هنا بنوقف، يلا المقاطع اللي هناك ما حسب تكون قصيرة، اللي حابب يحكي لي قصيرة، اللي مش حابب خلاص اسكت، انا عارف انها قصيرة، واقولكم قبل ما نخلص الحلقة تعال روبوت النكال، انا بحتاجه ذاتهم. والعب الشكل، اللي شاف الشكل اسطورة، عندك انت قوي نظري زي انت قوي النظر. المهم انت فهمت قصدي، مش لازم اشرح كتير، بس المهم انكم فهمتوا قصدي. هيا لا والله كان في شكل تاني، يا حرامات خلص صفرت لهم انهم ما يجوني.
الحين أول ما ينام بنهي الحلقة. يلا خلاص هنا بقولكم نهاية الحلقة. الحلقة الجاي بروضة. الحلقة الجاي إن حكون مروضة وحاطط عليها أشياء مضبطة. يلا هنا بقولكم نهاية الحلقة. أتمنى الحلقة عجباكم، حطوا لايك، اشتركوا بالقناة إذا ما كنتم مشتركين، فعلوا زر الإشعارات عشان يوصلكم كل جديد. ويلا.